متتبعي شفتي الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رياكسيون. بلاصه كتسائلوا علاش عندي بسطه و50 درهم في يدي، هاد جوج ديال الحوايج غادي يطيحوا مني سهوا قدام الناس بهدف اننا نجربوا مدى امانه المغاربه، يعني فاش غادي يطيح هادشي واش غادي نردوه ليا او لا. بغيتو تعرفوا كيفاش غادي تكون ردود افعالهم، اجيو معايا. إذا المشاهدين الكرام، كيف تابعنا فردود أفعال الناس كانت مختلفة، فكاين فئة في الناس اللي مازال أمينة وردات لي البسطام ديالي، وكاين اللي للأسف سافر الفلوس غراتو وخلاتهم يردهم ليش وخارقهم ديالي، هكذا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها، تلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع موضوع جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه وعواشركم بركة.